احسن احساس في بعض اللحظات ان التاهل الى الدور القادم كان ربما ذهب عن الفريق، خصوصا بعد هدف التعادل، ولا سيما ان فريق الرجاء كان هو المسيطر والافضل وهو الذي يستحق التاهل في الاخير. فبطبيعه الحال يعني كما تشوف سجلوا هدف التعادل، يعني كنت خايف من اللاعبين اللي يعني نزلوا يديهم. الحمد لله ما زادهم الا يعني رغبه وحماس علشان يجيبوا الهدف الثاني، هو اللي تكلمنا في اخر دقائق، والحمد لله. شكرا لك. الحمد لله.